مين قال ان القدماء ما كانوش متطورين؟ في حدث واحد حصل في الكون دمر التكنولوجيا القديمة كلها وخلى البشر يبتدوا من جديد. حدث مثلا زي الطوفان العظيم، وكل اللي احنا عملناه دلوقتي هو اننا قعدنا اكتشاف التكنولوجيا من جديد. ولكن كالعادة المتحكمين في البشر وفي العالم لازم يحتكروا التقدم ليهم والافعالهم والطموحاتهم الشريرة. المفاجأة الكبيرة اللي كلمنا عنها نيكولا تسلا من عشرات السنين ان التكنولوجيا اللي احنا واصلين ليها دلوقتي هي مش تكنولوجيا اليوم، دي تكنولوجيا من 5 ل10 سنين فاتوا. يعني ايه مش فاهم؟ هفهمك. يعني تليفونك اللي في ايدك ده دلوقتي واللي هو المفروض انه موديل السنة مثلا، ده مش تكنولوجيا السنة ولا حاجة، التكنولوجيا دي وصلوا لها من 5 ل10 سنين فاتوا. وموضوع التليفون ده ابسط مثال. يعني عندك امثلة كبيرة بقى على مستوى السلاح والتقدم العلمي والسيطرة على البشر والاكتشافات السرية. ده غير ان في كمان علوم كاملة وتكنولوجيا واكتشافات وتجارب لا يسمح للعامة معرفتها اصلا، لا تعرض للعامة مطلقا. تعالوا نبدأ مع بعض سلسلة جديدة، سلسلة مش سهلة خالص، بس محتاجين دعمكم فيها، محتاجين نعمل شير على اوسع نطاق. هنتكلم مع بعض عن نيكولا تسلا واسراره الغريبة وحربه الكارثية مع توماس اديسون واكتشافه لجهاز هرب للتحكم بالمناخ والظواهر الطبيعية وحربه مع حكومة العالم السرية وليه اتقتل وازاي. نيكولا تسلا العالم والمخترع اللي ما جاش على الارض منه 2، ده واحد عدى مرحلة العبقرية بكتير. ركز في كل تفصيلة الحلقة دي، كل الامور مرتبطة ببعضها. بس قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة بفكركم ضروري جدا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكيد انكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا. هتشرف بمتابعتكم ليا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. انا كريم العدوي، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. نيكولا تسلا مواطن صربي، اتولد في كرواتيا سنة 1856، اتعلم ونشأ في أسرة متوسطة، دخل مدرسة الهندسة وكان شاطر بصورة غريبة جدا في حل المسائل الرياضية لدرجة ان المدرسين كانوا بيفكروه انه غشاش، كان فزة بمعنى الكلمة. بس الموضوع مش ذكاء قد ما هو هبة، هبة بتبقى عند أشخاص معينة. انا اعرف ناس معينة عندهم مهارات غير طبيعية وسرعة رهيبة في حل المسائل الرياضية. هو عنده حاجة جوه راسه بتجمع وتقسم وتضرب وتطرح، كل ده في اجزاء من الثانيه بيحصل، قدرات طبيعيه مش قدرات خارقه، ودي بتكون هبه لبعض الناس من ربنا. حساباتهم بتكون مظبوطه جدا وسريعه جدا. عقل تسلا كان طامح وخيالي وملوش حدود. وفي روايه تانيه بتقول ان نيكولا تسلا وهو صغير اتعرض لصدمه نفسيه بسبب وفاه اخوه الاصغر منه، وده اللي عمل له حاجه كده زي صدمه في عقله او صدمه نفسيه، وبسببها حصل في مخه زي خلل خلاه يقدر يكريت الافكار والتخيلات دي ويكون أذكى من الجميع في حل المسائل في دماغه. والأفكار دي هي اللي بعد كده بقت المشاريع اللي حققها ونفذها ونجح فيها. المهم اتخرج تسلا وبقى مهندس وابتدى سعيه في مشواره المهني. من بدايته كان باين لكل اللي حواليه انه مش شخص عادي، واول ما ابتدى مشواره الحقيقي اشتغل في شركة شخص هيكون هو عدوه اللدود في المستقبل، وهيكون هو سبب من اسباب القضاء على ثورة تسلا العلمية الكبرى. الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده يا سادة هو توماس اديسون. على رغم من ان اديسون كان عالم جليل وخدم البشرية باختراعه المصباح الكهربائي واختراعات تانية كتير، ولكن في البيزنس والفلوس والنجاح والسيطرة على سوق المال كل واحد بيطلع ابشع ما فيه. هنتكلم اليوم عن صراع شبه دموي ما بين قطبين كبار في مجال التكنولوجيا الحديثة، وهما نيكولا تسلا وتوماس اديسون. على الرغم من ان اديسون وقتها كان متربع على عرش انتاج الطاقة المباشرة والمصابيح الكهربائية، وشركته وقتها كانت اكبر شركة في العالم من حيث الحجم والربح والانتاجيه، واللي كان اسمها اديسون جنرال الكتريك كامباني. الا ان تسلا هو اللي اضاف لاديسون افكار كتيره جدا وحلله مشاكل اكتر. اشتغل تسلا في المعامل الخاصه بشركه اديسون، وكان دوره هو حل المشكلات التقنيه الصعبه. والبدايه كانت لما شركه اديسون كان عندها مشكله فنيه معينه في خطوط السكه الحديد في باريس في فرنسا، وكل المهندسين والفنيين فشلوا في حل المعضله دي. اداره شركه اديسون وقتها عرضت انه اللي هيعرف ايه سبب المشكله دي هياخد
ياخد 25,000 دولار. وقتها دول كانوا رقم كبير، كانوا رقم كبير جدا. نيكولا تسلا قال لهم انا اللي هعرف سبب المشكلة دي. وعايز اقولك ان تسلا مش بس عرف ايه سبب المشكلة، لا ده حلها كمان وبصورة نهائية. تسلا كانت دماغه نادرة جدا، شخصية عبقرية بصورة مش طبيعية. اللي انت تسمعه في حياتك عن تسلا كوم، والحقيقة واللي هتسمعه مني النهاردة عنه كوم تاني خالص. المهم تسلا بعد ما خلص المشكلة راح ادارة شركة اديسون يطلب منهم المكافأة، وببساطة شديدة شركة اديسون نصبت على تسلا ومرضوش يدوا له المكافأة بتاعته. تسلا ما عجبهوش الكلام وراح مقدم استقالته ومشي بسبب الحركة السخيفة دي. ده انتوا سرقتوني علني، عيني عينك وبكل بجاحة. تسلا على الرغم من ذكائه الجبار الا انه كان بيثق في الناس بسرعة، وكان بيصدق اي وعد يتقال له، وده اللي هيأذيه كتير في حياته. والدليل على ده ان شركات اديسون وقعت في كذا مشكلة تقنية تانية ومحدش قدر يحلها من كبار مهندس الشركة. فراح توماس اديسون بنفسه اعلن عن مكافأة قدرها 50,000 دولار لاي شخص يحل المعضلة الفنية دي. الا ان تسلا بيلدغ من نفس الجحر 30 مرة عادي. راح تسلا وقال لهم انا اللي هحل المشكلة دي، وقعد 8 شهور شغال على مشكلتهم، وبالفعل لقى حل تقني جبار للمشكلة. الا ان اديسون ضحك عليه تاني، حمادة المكافأة دي كانت هزار، ما كانش بجد يعني. هزار؟ هو في هزار في الكلام ده؟ يا راجل 50,000 ايه اللي ادهم لك؟ كبر مخ وقام نصب عليه. زي ما قلت لك اللي نعرفه عن تاريخ معظم المشاهير او العلماء هو بس انجازاتهم والجانب الملائكي والايجابي فقط، انما تاريخهم من جوانب تانية في كوارث كتيرة جدا. اهم حاجة عندهم المكسب، المكسب فقط. ولكن تسلا حرفيا كان مختلف. بعد ما اديسون نصب على تسلا للمرة التانية، خرج تسلا من شركة اديسون دون عودة نهائيا للمكان ده. وبعد القصة دي عاش تسلا اسوأ مرحلة في حياته، سنة كاملة على تسلا في الشوارع كمشرد، كفيلة انها تعلمه ازاي يتعامل مع البشر. تسلا من وهو صغير يا سيد وهو عايش في اسرة فوق المتوسط، حالهم كان جيد، اتعلم في مدارس وجامعات، عاش حياة جيدة، ما كانش شايف الجانب السيء للحياة. الا ان اديسون في حياته وتعليمه يكاد يكون مفيش، معدم. اديسون درس في البيت، والدته اللي كانت بتدرس له، ما راحش مدارس، كان بينزل يلف الشوارع والاطارات يبيع الحلويات شوية شوية، وبقى يبيع الجرايد. ظروف توماس اديسون كانت صعبة جدا، فطلع بقى يعني صعب جدا، ومش اي حد يعرف يهزمه بسهولة، عضمه ناشف من الاخر، وكانت عقليته عقلية التاجر اكتر من عقلية العالم. المهم ان تسلا قعد في الشارع تقريبا سنة كاملة، وبقى ينام في الشوارع ويتسول ويشتغل باليومية كمان. ولكن في الوقت ده برضه ما كانش تخلى عن احلامه واهدافه وافكاره. العالم كله وقتها كان شغال بنظام كهربائي محدد، واللي هو لسه شغال لغاية دلوقتي تقريبا، واللي لو كان تسلا كمل مشروعه للاخر كان زمان التكنولوجيا في العالم دلوقتي في حتة تانية خالص. ولكن يا سيد اما تشوف اللي حصل مع تسلا هتعرف ازاي العالم ده بيدار. اديسون وشركته والعالم كله وقتها كان شغال بطريقة اسمها التوصيل المباشر للكهرباء، او التيار الكهربائي المباشر. تسلا ساعتها اشتغل على اسطورة وثورة تكنولوجية جديدة، وهي التيار الكهربائي المتردد، او توليد ونقل الكهرباء بالتيار المتردد. كانت ثورة تكنولوجية حقيقية، وعلى حسب كلام تسلا فهي دي الطريقة اللي كانوا بيستخدموها القدماء في نقل واستخدام الطاقة الكهربائية زمان، واللي كان بيتم عن طريق الاهرامات الموجودة في كل مكان في العالم دلوقتي، وان الاهرامات هي محطات طاقة عملاقة. والموضوع ده هنتكلم عنه بالتفصيل في جزء منفصل من سلسلة تسلا. قدر تسلا يقدم مشروعه لمجموعة رجال اعمال كشركة ناشئة، وفعلا قدر يقنعهم انهم يمولوا شركته، وقدر يأسس شركة تسلا لانتاج الطاقة والمصابيح الكهربائية. ولكن زي ما قلنا تسلا ما كانش عنده الحنكة الكافية اللي تخليه يتعامل مع طمع البشر، فالممولين لشركته سرقوا معظم براءات الاختراع بتاعته بعد سنتين بالظبط من تأسيس شركة تسلا، وراحوا وسابوه وفتحوا شركة تانية لحالهم، واشتغلوا على براءات الاختراع بتاع تسلا وابتدوا ينتجوا منتجاته. بس تسلا ما كانش بييأس، والحرب الشرسة كانت لسه في المستقبل، وهي حربه مع توماس اديسون اللي لسه ما ابتدتش. اديسون كان متابع تسلا من بعيد لبعيد، لانه كان عارف ان الشخص ده مش مجرد مهندس كهرباء عادي، لا ده عبقري في كل المجالات حرفيا، عقلية فذة مش بيجي منها في الدنيا كتير. سنة 1888 قدر تسلا يقنع ممولين تانيين انهم يشتغلوا معاه على مشاريعه، وساعتها كانت بداية اشعال فتيل الحرب بينه وبين اديسون. قدر تسلا ياخد براءة اختراع لموضوع التيار المتردد، ده معناه انه هيضرب في التيار المباشر اللي بيشتغل بيه توماس اديسون، وهيبتدي يضرب له البيزنس بتاعه. تسلا مشروعه كان موفر اكتر وبينتج طاقة بصورة اقوى، اضعاف الاضعاف يا سيد من التيار المباشر بتاع اديسون. فبقى عندنا في السوق التيار الكهربائي المباشر لصاحبه توماس اديسون، والتيار الكهربائي المتردد لصاحبه نيكولا تسلا. والفرق ما بين الاثنين ان التيار المباشر كان لازم يتعمل له محطة توليد ونقل كهرباء كل
2 كيلو متر تقريبا. اما التيار المتردد فكان مولد واحد او محول واحد فقط كافي لإضاءة مدينة كاملة. ظهر معنا في الصورة هنا راجل ليه اسم كبير جدا في مجال الصناعة والطاقة، وهو جورج ويستنج هاوس. هتقولي الاسم ده مش غريب عليا، انا سمعته قبل كده. ايوه بالظبط، ده مؤسس ومالك شركة ويستنج هاوس إلكتريك، من اكبر شركات الطاقة والكهرباء في العالم. جورج ويستنج هاوس كان مخترع وعالم كبير في مجال الطاقة، وكان المنافس الاول لأديسون في مجال الطاقة، فبالنسبة له افكار تسلا كانت هي الحل للتغلب على أديسون. قام جورج يعمل ايه؟ عرض على تسلا انهم يعملوا شراكة في مشروع التيار الكهربائي المتردد ويأسسوا شركة كبيرة. وافق تسلا فورا، وابتدى يشتد الصراع اكتر واكتر، وابتدى يبقى فيه تنافسية اكبر واكبر بمنتجات شركة اديسون ومنتجات شركة تسلا وجورج ويستنج هاوس، وكل واحد بيعتمد على نظام مختلف في الطيار، وتسمت وقتها الحرب التجارية دي باسم حرب الطيارات. القصة والتنافس ده اثر بصورة كبيرة جدا على اسعار منتجاتهم في السوق، فبسبب التنافسية بقى كل واحد عمال يخفض في الاسعار عشان يهزم التاني، فالمستهلك هو المستفيد. دي افضل حاجة للسوق المفتوح، وهي التنافسية مش الاحتكار اللي بنشوفه دلوقتي في اماكن كتير، واللي بيأثر بصورة مباشرة على المستهلك بالسلب. جورج ويستنج هاوس عرض على تسلا عرض جبار، عرض ما يترفضش ابدا، هدي لك $1,000,000 وحصه من الارباح للابد مقابل انك تتنازل عن ملكيه براءات اختراعك يا تسلا. طيب سيبني شويه افكر. طبعا بالنسبه لتسلا ده كان عرض ما يحلمش بيه، هيبقى من اصحاب الملايين وهيدخل كده في حته تانية خالص. كل الناس طبعا هتقول لك دلوقتي تسلا هياخد الفلوس وهيطلع على البهامز يشرب جوز الهند ويتصور صوره من ظهره وهو قاعد على البحر. لا يا سيد، انت فاهم غلط. تسلا بالنسبه له دي الفرصه اللي كان مستنيها من زمان عشان يحقق احلام اكبر واكبر واهداف اكبر واكبر. احلام كانت عايزه دعم كبير وفلوس كتيره. وافق تسلا على عرض جورج ويستنج هاوس واخد $1,000,000. وحلال عليك يا عم جورج براءات الاختراع. طبعا انت مصدوم، صدقني دول بالنسبه لتسلا كانت شويه افكار صغيره تهريج يعني، اللي هنا لا يقدر بمال، ده اللي جاي هيكون غير طبيعي. تسلا هنا كان في حرب بيزنس مع اديسون ليس الا، الصراع كان صراع مالي وصراع للنجاح والشهره ومين يقعد على عرش التيار الكهربائي وتتخلد سيرته في التاريخ. انما الصراع اللي جاي هيكون صراع البقاء مع قوة خفية، ولا تسلا ولا 100 تسلا زيه قادرين على الوقوف قدامهم. تسلا هيدخل جهنم برجليه. ولكن لسه معركته مع اديسون ما انتهتش. اديسون حس ان مشاريع تسلا في السوق ابتدت تسيطر، طاقته افضل، تقنيتها اعلى، حصته في السوق بتزيد وحصة اديسون بتقل. المشاريع الجديدة معظمها بتاخدها شركة تسلا، والعالم اتنقل نقلة تانية خالص بالموجات المترددة بتاعة تسلا. اديسون ابتدى يخبط يمين وشمال وبقى عايز ينقذ ما يمكن انقاذه ويخلص من تسلا. رفع قضية على تسلا واتهموا فيها ان في وقت ما كان شغال معاه في شركته سرق منه براءة اختراعه، وان الشغل اللي شغال بيه تسلا دلوقتي ده كله افكار واختراعات اديسون. الا ان اديسون خسر القضية بكل سهولة، وابتدت حرب مباشرة ضد تسلا، حرب اعلامية وسرقة براءات الاختراع، وكمان حرق له بعض المقرات الخاصة بشركته وشوه سمعة التيار المتردد وانه خطر على حياة البشر. ولكن كل محاولات اديسون بقت بالفشل، ومن هنا ابتدى تسلا يكسب حرب الطيارات، ومن هنا ابتدى اسم تسلا يخرج بره اطار امريكا ويوصل اسمه للعالمية. سنة 1893 اشترك نيكولا تسلا في المعرض الكولومبي العالمي للطاقة، وده اللي كان مقام في امريكا، وتسلا ساعتها اشترك فيه واخد منصة كبيرة جدا عشان يعرض تجارب ومميزات التيار المتردد. بس دي مش مزايا عادية، وعمل لقطة كده قدام الجميع رهيبة، وبحضور كل رجال المال والاعمال ورجال الطاقة من كل دول العالم، وقدر يعمل معجزات كهربائية حرفية، وعمل تجربة البرق الصناعي ومرر كهرباء شديدة الجهد من خلال جسمه، وشغل مصابيح بدون اسلاك كهربائيه اصلا. وعدى تسلا من بعد المعرض ده، عدى وبقى في مكان تاني خالص. تسلا بقى في حته، واديسون اللي لسه واقف مكانه في حته تانيه خالص. اديسون ما سكتش على ده، ويقال انه حرض بعض الاشخاص عشان يحرقوا مكتب ومعمل تسلا الخاصين، المكتب الرئيسي بتاعه. وفعلا سنه 1895 اتحرق المكتب الرئيسي لتسلا، واتسرق من براءات اختراعه جزء كبير جدا، واللي ما اتسرقش اتحرق، واللي اتسرق اتنسب بعد كده لأديسون، وشغل تسلا كله اتحرق واتمسح وضاع مجهود عشرات السنين. بس قلنا قبل كده ان تسلا عنده ميزة مش عند ناس كتير، الميزة دي عند ناس قليلة جدا، انه مش بيقاس ابدا. قدر تسلا في خلال سنة واحدة يقف على رجليه مرة تانية، وجمع براءات اختراعه من جديد من خلال ذاكرته، وقدر بعدها تسلا بمشاركة جورج ويستنج هاوس انه يبني اول محطة طاقة كهربائية واسعة النطاق بالتيار الترددي في العالم، وبعدها قدر يأسس مختبر كبير بدل اللي اتدمر واتحرق، واشتغل بعدها
وقفها على عشرات الاختراعات اللي حرفيا غيرت مستقبل البشرية، بس للأسف بعضها وقع في ايد تجار الموت وتجار الحرب اللي استخدموا الاختراعات دي في الشر والحرب والإبادة والسيطرة على أمور كانوا يجهلوا ماهيتها ويجهلوا ان البشر قادرين على التعامل معها اصلا. حرب تسلا القادمة حرب كبيرة جدا، حرب هو فعلا مش قدها، حرب مع حكومة العالم السرية. اكتبوا لنا في التعليقات تسلا 2، وهي انكم منتظرين الجزء الثاني من سلسلة تسلا واللي هنتكلم فيها عن حربه الكبرى مع الحكومات السرية للعالم. وعشان تعرف اكتر ضروري جدا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكيد يا سيد انك هتدينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا. وما تنسوش انكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت، هتشرف بمتابعتكم، هستفيد واتعلم من ارائكم ومقترحاتكم. تواصلوا معايا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. انا كريم العدوي، الى اللقاء في حلقة جديدة.